فكرت كتير. الامور تبقى صعبه يعني، خليني صعب. لو المستوى ده احنا كان في الكونفدراليه مش اقوى بطوله معلش، بس برضه في فرق هتقابل فرق صعبه مش فرق زي النهارده يعني. الفرق دي منظمه دفاعيا زي ما قال شريف، واحنا قلنا انها منظمه دفاعيا، لكن احنا ما شفناهاش لو فتح الجيم ايه اللي هيحصل. مفهوم. هل مفهوم. امكانيات لعيبتها ان هي مثلا لما تفتح الجيم تقدر؟ طب هو النهارده الجون جه في الدقيقه 73. هل من الدقيقه 73 للدقيقه 94 او 96 كان ليهم اي خطوره غير الاوت؟ لا، ما هو الاوت اللي جه في الدقيقه 92 اللي هي اتلعبت بالراس في العرض. لكن هل ليهم خطوره؟ حسيت ان هم شكلوا اي خطوره على نادي الزمالك؟ لا لا لا. هو لو فريق مثلا، مع احترامي طبعا ليهم، لو فريق عنده القدره ان هو يهاجم نادي الزمالك على الاقل، هقول لك في ال 15 20 دقيقه الاخيره كنا حسينا بخطوره فرقه.